لا يخلو بيت في الناصرية من مجلس عزاء يمثل نماذج شاخصة لنكبات المدينة. وهنا منزل عائلة نكبت مرتين، الأولى برصاص الحكومة وميليشياتها التي قتلت الشاب علي عبد الأمير خلال تظاهرات عام 2019، والثانية والدة الشهيد وشقيقته أسماء عبد الأمير، اللتين كانتا من ضحايا فاجعة مستشفى الحسين في الناصرية. علي عبد الأمير والد الشهيد علي عبد الأمير استشهد بالمظاهرات 28/11/2019، والفترة هذه صبنا بالوباء كورونا العائلة كلها، فدخلنا أم علي للمستشفى مرافقة مالها بتها وياها، بليت ثلاثة كيتين أنا وابن أخوي، يعني زين الحمد لله طلعنا خمس دقائق وقال صار حريق بالمستشفى. بعد ما لحقنا للصبح ندور لقينا بس بتها وام علي مفقودة لحد الآن. غابت الإجراءات الحكومية لضمان أمن المستشفيات، إذ يؤكد ذو الضحايا أن الإهمال الحكومي تسبب بالفاجعة مستهينا بأرواح العراقيين. بالنسبة للإجراءات الحكومية اللي كانت متبعة في داخل مستشفى العزيز، إجراءات يعني ما موجودة حتى عند الدول الفقيرة. العراق بلد الحضارات، العراق البلد المتقدم، يعني تحكمه هيش ناس ما عدها أي احترام لأرواح الناس. ثوار تشرين كان لهم الدور البارز في عمليات انتشال الجثث، بينما اكتفت السلطات بالتصريحات الإعلامية وبث إحصائيات مغلوطة لأرقام الضحايا. ثوار تشرين كان لهم دور كلش كبير بإخراج الجثث، كان لهم دور كلش كبير بنقل الجثث من مكان الحرق إلى الطب العدلي. بعد ذلك هم اللي كشفونا عن الجثث اللي محروقة، وحتى إحنا من خلالها قدرنا نوصل إلى هيبة أختي. لم يترك شركاء العملية السياسية فاجعة الناصرية بدون محاولة استخدامها سياسيا، فتحدثوا في الإعلام عن حق الضحايا وتضامنهم مع ذويهم، لكنهم على أرض الواقع جابهوهم برصاصة. اليوم الثالث إحنا موجود عندنا فاتحة، جانا مسؤول حكومي، جانا محافظ، جانا مدير شرطة. أذكرك بعد حادثة، يجي مدير الشرطة يوصل مجرد اثنين ثلاثة يحجون وياه، يفتح النار على أهل الضحايا. يعني هذا الشيء يعني وارد علينا، يفتح النار ويدون يضربوننا. المصاب أليم والصدمة كبيرة، وبمقدار الألم لا يعول ذو الضحايا على لجان التحقيق الحكومية ولا إجراءاتها، هم فقط يريدون دفن ذويهم، وحتى هذا الحق سلب منهم. احنا لا نريد لجانهم وتحقيقهم لهم، وهذا اسلوب تتخذ الدولة وما لنا علاقة به. احنا نريد بس الجثة، نريد يستعجلوننا بإجراءات الجثة، نريدها بلك هاي الأيام، بلك يوم يومين، واحد يقول لنا شهر، واحد يقول لنا أسبوع، واحد يقول دوخونه. احنا ما نريد لجان خاصة بالحكومة تتبع إجراءاتها وقضياتها ما تمنى بها، اتهمنا الجثة، نريد الجثة لا أكثر ولا أقل. فاجعة الناصرية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في بلد تحكمه الميليشيات ويسود الفساد في مؤسساته.